حصريا على موقع مارادونا.com. ولاد الفرخه ما فيش فيكم صحاب وجوه بيتفرقش ومن صرخه غيركم تشموا شافوكوا لابسوا صور عشان فيكم خايف تروحوا ليه زي اللي سعيد مش تسلم قلبنا انا محتار وللانهار بفكر لحياتي كارثة كل يوم عايش في مرار يا ريت المر ينسى بقيت حاسس بخنقه وضيق تعبت بجد يا زمان بشوف اشكال حياة الاندال كبار سن وما امر يقولوا كلام ويرجعوا فيه بهايم جنسيتهم خدات لو قدروا ما بيعرفوش ولو يدعروا ليه بقولوا زمان يجرحني اللي بفرح اللي معه مبقتش واحد يفرحني انا ما بقتش فانشي فلوسي خلت عدو صديق اول ما كشفت لقيته خصمني تاني يا شقيق يا دنيتي قولي لنا مين عشان محتار ما بتكلم انا الغلبان يا بني ادمين ولا القاسي اللي ما بيرحمني خايف انام ليلي عشان ممكن انام وموت واحد كان حلمه يبقى عندي لكن زمان وانا صابر عرفت الدقيقه ويا الكيل كل زمايلي بقوا مساجين لما لبست وش مخي بقيت مرتاح ابان خايف تروح مني زي اللي سعيد اللي بلاش تسلم قلبي معاك يا حبيبي ما ظلمني حكيت ليكي على حياتي بقيت بشتغل يوماتي في كل ما انا بشوفك فيه بشوف انا امور امراتي يا قاطع يا ولاد الفرخه مفيش فيكم صحاب وجوه بيتفركش ومن صرخه ترشدوا الزود حرمكوا شافوكوا لبسوا سود عشان عر الرجوله في جماعه دول شوفوا متركنين على الناس الاحسن عشان اشبال كتير عدت بقوا بيتحركوا بين عينين بيضربوا نار على الابطال ابطال يلعي ولا فيكوا عدا تعالى شوف ايه يا صديق اللي حصل في ايه يا شقيق ده خصم نجد وجاب الحكومه كان واقف اللي في طريق يا صاحبي روشت حضرتي طب فيها ايه يا فردتي ولا خصمنا حاسب لا شايفهم في بعربيتي خيل اسود من المطار عملت ايه وليش جيتي انا طارت من الظباط كسرت اللجنه افني شغلتك على مطاردة ايه اللي حصل تاني احكي هما العربي تعرفوها جابوا بناتي جدا قضية عويس عملوها ايه تاجر سلاح شاب زميلي متهم هاري يا طار عرفت تقيت عادي هو قلبك جابوا العنوان واخويا من انبار احمد يلمس مالوش معايا يتحط بين جدران مكنتش عارف اني خدوه خصمتي سابوه ضعف سامع مرتنا الضعف عشان شبل ابويا